ديال مدينة العرايش. كنا كما قالت الأخت الصحفية ديالنا، لأن نعتز بها، لأن هي شهرتنا مدينة العرايش، وعرفت بحكم العمل ديالها الصحافة وفي الإذاعة، عرفت بمدينة العرايش وبالمعطيات ديال مدينة العرايش والتاريخ ديال مدينة العرايش، وكذلك أدباء وكتاب ديال مدينة العرايش. أنا الإضافة اللي غنعطيهم هو أننا كنا أطفال صغار، أنا كبيرة عندي دابا 63 عام في العمر ديالي. غير شنو كنا أطفال، حنا كنا بنات وشباب، كنا كنحاولوا أننا نعرفوا المدينة عن قرب عن قرب. كنا كنمشيو للمدينة القديمة كنحاولوا نعرفوا هذيك المدينة كيفاش تبنات، كيفاش أنها هكا بهذيك الدروب الضيقة، كندخلوا لداخل البيوت كيفاش أن داك السقوف مصوبين، وكيفاش أن الناس عايشين. كذلك كنا كنمشيو للمآثر التاريخية باش نعرفوا كيفاش هذاك البناية كيفاش تبنات، يعني كنا كنبحثوا ما كنجلسوش، وكنا كنقوموا برحلات، ماشي رحلات للترفيه فقط، رحلات أول حاجة كنكتشفوا داك المدن والآثار ديالها وداك الشيء، وفي نفس الوقت كنسوقوا المدينة ديالنا عندك المدن. وكانت عندنا واحد همزة تواصل ما بين الشباب الأوروبي والشباب العرائجي، كانت عندنا مراسلة بيناتهم، وما كان لا الإنترنت لا والو إلا بالكتابة. كنا كنتراسلوا، كناخذوا أرقام العناوين ديالهم، وكنتعرفوا عليهم ونتعرفوا على التاريخ ديالهم، وكنعرفوهم بالتاريخ ديالنا. كانوا عندنا أصدقاء إسبان وأصدقاء فرنساويين، وكانوا إيطاليين، واخا ما كنعرفوش اللغة الإيطالية، كانوا كيجيو لهنا كنعرفوهم بالمعالم التاريخية، كنعملوا لهم إضافة، كنستضفوهم وكنبيتوهم عندنا في المنازل ديالنا. شباب في المنازل ديالنا، يعني حنا كان عندنا واحد يعني واحد يعني أسلوب ديال التعامل ما بيننا وبين هذيك، باش نوصلوا كما قالت كنسوقوا.